وجهت الشرطة البريطانية 15 اتهاما لصبي عمره 16 عاما بعد 5 هجمات بمواد حارقة في لندن. قالت شرطة العاصمة في بيان لها أن الصبي من المقرر أن يمثل أمام محكمة ستراتفورد يوم الاثنين المقبل. كانت الشرطة اعتقلت مراهقين اثنين بعد 5 هجمات بمادة حارقة شرقي لندن الخميس الماضي. خلفت هذه الهجمة عدة مصابين، كما لا تزال التحقيقات في تلك الهجمات مستمرة.